في شأن المغاير، أشرف وزير الطاقة مصطفى قيطولي خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية لبويرة على ربط أكثر من 840 عائلة بالغاز الطبيعي، هذا بعد معاناة دامت لسنوات، خاصة وأن المنطقة تعرف انخفاضا محسوسا لدرجات الحرارة خصوصا في فصل الشتاء. التغطية لخالد شودار. هذا الملف نتاع تصدير الكهرباء ماشي جديد، ملف قديم. واش هو الجديد نتاعو؟ الجديد نتاعو هو باش نمشيو للبورصه، باش نبقاو نبيعوا حنا ثاني الكهرباء اللي تكون زياده، الفائض اللي يكون عندنا نبيعوا على السوق الاوروبيه. علاش لا؟ بصراحه حنا الان رحنا نصدروا الكهرباء لتونس والمغرب، فيه تبادل في هذا المجال، ماشي جديد، هذا شيء قديم عنده سنين. والفائض اللي يكون في الكهرباء ان شاء الله هنا نسوقوه، عندنا 19000 ميجا وات راهي عندنا، وفي المشتى عندنا 8 حتى 9000 ميجا وات راهي تقعد بلاش، هذيك ان شاء الله نسوقوها ان شاء الله.